ما هو الفرق بين الأدرينالين والنورادينالين؟ وهما نوعان من الهرمونات الضرورية والهامة للحفاظ على عمل وظائف الجسم بشكل سليم. ويعرف الكثير منا الأدرينالين كونه مرتبط بالإثارة والشعور بالقلق أو الخوف، وهو من النواقل العصبية التي لها وظائف عديدة ومهمة. والنورادرينالين هو أيضا ناقل عصبي، لكن ما هي وظيفته وكيف يختلف عن الأدرينالين؟ نسلط الضوء في موضوعنا لهذا اليوم على تعريف الأدرينالين والنورادرينالين ونبرز أهم الفروقات بينهما. ما هو الأدرينالين؟ هو واحد من الهرمونات الرئيسية المعروفة باسم هرمون الكر والفر. كون ارتفاعه في الدم يمكن أن يسرع ضربات القلب ويزيد من تدفق الدم إلى الدماغ والعضلات، كما أنه يساعد الجسم على حرق السكر أسرع لاستهلاكه على شكل طاقة. والأدرينالين من النواقل العصبية للغدة الكظرية التي تعمل على إفرازه عند التعرض لنوبة توتر أو خوف أو قلق شديد، الأمر الذي يحفز الأدرينالين لزيادة ضربات القلب ويقظة العقل وتنبيه الدماغ. يعمل الأدرينالين كنوع من الحماية والدفاع للجسم في حال تعرضه لأي مخاطر، حيث يؤدي ارتفاعه في الدم لتوسعة الممرات الهوائية لتوفير الأكسجين الذي تحتاجه العضلات للتصدي للخطر أو الهرب منه، كما أنه يقلص حجم الأوعية الدموية ويوجه الدم للعضلات الرئيسية ومنها عضلات القلب والرئتين. ويمكن للأدرينالين أن يرفع من قوة الجسم ويحسن أدائه ويزيد من قوة انتباه الجسم الإنسان في الأوقات الصعبة، ويمكن أن يبقى هذا التغيير لمدة ساعة على الأقل بعد زوال أسباب التوتر. كما يمكن لحالات زيادة الأدرينالين أن تحدث نتيجة وجود أورام على الغدة الكظرية، وهو ما يولد شعورا زائدا بالقلق وفقدان الوزن وتسارع ضربات القلب وارتفاع ضغط الدم والدوخة وعدم وضوح الرؤية وزيادة إفراز الجلوكوز. ما هو هرمون النورادرينالين؟ هو مادة طبيعية غير مصنعة تفرز من المستقبلات العصبية والخلايا المتصلة بالجهاز العصبي، ويؤثر على مناطق مختلفة من جسم الإنسان، ويقوم دوره على إصدار إشارات عصبية كرد فعل عكسي لبعض المواقف في حياتنا والتأثيرات الصادرة عنه فور حدوث عرض ما، كزيادة معدل نبضات القلب وارتفاع ضغط الدم بين وقت وآخر. يعمل هرمون النورادرينالين أيضا على إعادة ضغط الدم المرتفع أو المنخفض لوضعه الطبيعي، ويزيد من نشاط نبضات وانقباض القلب بشكل طبيعي، كما يعمل على توسيع الشرايين والأوعية التاجية لمساعدة عضلات القلب على الانقباض بسرعة، وهو مشتق من الأدرينالين ويفرز عن طريق نخاع الغدة الكظرية. ما هو الفرق بين الأدرينالين والنورادرينالين؟ في الحقيقة ليس هناك فرق كبير بين الهرمونين، كون الأول هو هرمون يؤثر على المستقبلات الودية من نوع معين يطلق عليه تسمية ألفا وبيتا وبمقدار متساو بين كلا المستقبلين. أما النورادرينالين فهو هرمون يعمل على التأثير على المستقبلات الودية من نوع ألفا وبيتا، لكن تأثير هذا الهرمون على مستقبلات بيتا هو أضعف وأقل من تأثير الأدرينالين عليه.